بالشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية نظموا الدورة الأولى ديال المعرض الجهوي ديال الفلاحة ديال الدخلة والذهب، واللي كان على مساحة 3000 متر مربع اللي تكون من ثلاثة ديال الأروقة. هناك الرواق الدولي اللي كانت فيه المناسبة، تم عرض التجربة ديال مجموعة ديال الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية. ثم كنت هناك رواق ثاني للتعاونيات، حيث بلغ عدد التعاونيات أزمة 40 تعاونية على الصعيد الجهوي أتت من جميع المناطق ديال المغرب، اللي جايبة المنتوجات المحلية ديال المناطق ديال المغرب من أجل التعريف وتبادل الخبرات مع التعاونيات ديال المنطقة ديالنا. والرواق الثالث اللي هو ديال الحيوانات، خاصة الماشية اللي تم عرض أجود الحيوانات المتواجدة أو المواشي المتواجدة على الصعيد الجهوي من طرف الكسابة ديال المنطقة. وتنرتقب إن شاء الله أن يكون الزوار على المعرض بكثرة، حيث أننا نرتقب إن شاء الله أن نوصل 10,000 زائر، والمعرض سيدوم على حوالي من هنا إلى أول وثاني وثالث من شهر من هذا الشهر إن شاء الله. وهذه بداية إن شاء الله، وما غادي يكون إلا الخير إن شاء الله، ونتمنى النجاح للجميع. وشكرا، وكنشكر الجميع اللي ساهم في نجاح هذا المعرض هذا من بعيد ومن قريب، ونشكر نزل الإعلام اللي ساهموا بالتعريف ديال التظاهرة هذه. خالد القريشة أحد أعضاء وممثلين المجلس الاقتصادي السعودي المغربي، أحد المجالس الرائدة والقائمة في مجال دعم الاستثمار بين البلدين. وإحنا جينا للمرة الثانية كمجلس لمدينة الداخلة، أحد المدن المغربية الجميلة والرائعة في أقصى جنوب غربي المغرب، والتي يمثل موقعها الاستراتيجي وتمثل بنية تحتية رائعة تشجع وتحفزنا كمستثمرين على الاستثمار فيها بقوة، والاستثمار فيها كأحد المقومات أو الجهات التي تملك مقومات جيدة. ونحن كضيوف شرف في المعرض الأول الفلاحي، سرنا ما رأينا من تنظيم، حسن تنظيم وتنوع في العرض من جهات تجارية وصناعية في المجال الزراعي والحيواني. ونحن نرى أن هناك فرص واعدة سوف تثري أو تدعم أو تخلق بيئة تجارية ليست في المجال الزراعي فقط، ولكن كما نعرف أن المنطقة تزحى بتنوع اقتصادي في مجال الأسماك وتصدير الأسماك والبنية السياحية الجميلة. فنحن مستعدين للاستثمار فيها والبحث عن فرص بواعدة، وسوف نكرر زياراتنا القادمة بشكل يعني مكرر، لأننا وجدنا أنها بيئة مناسبة وجيدة سواء من ناحية الموقع أو من نواحي البنية التي تساعد على القيام بالأعمال، خصوصا أنها موقع جغرافي يربط بين قارات ويربط مع دول أخرى وقريب من المحيط والميناء التصديري سواء لأمريكا أو جنوب أمريكا أو أي دول أخرى. فسعيدين باللقاء ونشكركم على الاستضافة الجميلة والمدينة الجميلة، وشكرا. حسين أدردور رئيس الفيدرالية المهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه. الحضور ديالنا اليوم في مدينة الداخلة كيجي دعما للتظاهرة ديال المعرض الفلاحي بالخصوص، وكذلك لحضور دعم شباب اللي عنده مشروع في هذه المنطقة هذه، وخصوصا شباب مدينة الداخلة اللي هو غيكون بناية مستقبلية للقطاع الفلاحي اللي كنعرفوا هذه المنطقة هذه. نتمنى إن شاء الله تكون هي الرائدة في المنتوجات الفلاحية بالنسبة خصوصا بالنسبة للخضار والفواكه، واللي كندعموا الشباب اللي هو غادي يدمج في هذا القطاع، قطاع الفلاحي بصفة عامة، واللي نتمناو له النجاح في هذا المشروع. واللي حنا راه الإشارة ديال المنتجين
الشباب اللي نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في المستقبل. تقي الدين الشرادي رئيس مدير العام لمجموعه ليمونه ومجموعه مطيشه، اليوم تجميع في مخطط مغرب اخضر، واليوم كنشاركوا في معرض الداخله لان جميع المقاولين الشباب ديال الداخله اندمجوا معنا في تجميع باطار تجميع في اطار مغرب الاخضر، وان شاء الله غادي تكون البدايه هذه السنه ديال 97 هكتار ديال البيوت المغطاه ديال 17 مقاول شاب في المنطقه ديال الداخله والذهب.